درة التاج في أعمال صالح مرسي كان مسلسل رأفت الهجان، دراما تلفزيونية الأساس فيها هو النص. طبعا كل الأعمال الإبداعية هي الكلمة هي الأساس، لكن بالذات الدراما التلفزيونية حين يتوفر للعمل نص جيد يمكن لأي مخرج مهما كان مستواه أن يجتهد ويتعامل معه، فما بالنا لما يبقى نص جيد كتبه صالح مرسي ومخرج في حجم يحيى العالمي ومجموعة فنانين أسماء كثيرة جدا جدا كانت كتيبة من الفنانين. أستاذ يحيى العالمي هو اللي عرض الدور عليا، والحقيقة فرحت بيه جدا. كانت حرم رفعت الجمال الحقيقية كانت عايزة هي اللي تقوم بالدور أساسا، قالت لهم لو ما جبتوش حد أنا مقتنعة بيه أنا اللي هقوم بالدور. فأستاذ يحيى كلمني وقابلته، والأستاذ صالح مرسي كلمني وقابلته وقعدت معاهم، وكان في جلسات بينا، وكان في قراية سيناريو، وكان في آراء بتتقال. يعني كان أستاذ يحيى العالمي الحقيقة الفضل في الموضوع ده. رنة الصدق اللي جوه رأفت الهجان هي اللي معيشاها لغاية النهاردة، وتتابع الأحداث السياسية والأحداث القومية جوه العمل الناس مرتبطة بيها لغاية النهاردة. يعني الناس تفضل فاكرة للأستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه أو لرأفت الهجان الموقف إن بعد ما انتصرنا في حرب 73 بقى مش عارف يعمل إيه، يضحك ولا يعيط ولا اللحظة دي تجسيد حي لمشاعر الشعب المصري كله في الوقت ده. المصريين عبروا القناة. وقع معظمه في ايديهم. سيدي لا، انا مش مصدق اللي بسمعه ده. افتح الراديو على القاهره وانت تسمع. وليه افتحه على القاهره؟ ليه ما افتحوش على اورشليم؟ عمود اسف سامحيني، اصل ايه؟ مالك عمود؟ دورت عليك في كل مكان ما لقيتكيش. سمعت الاخبار؟ انا مش مصدق اللي بسمعه. لا صدق الصورة أسوأ بكتير من اللي انت سمعته.